تعرض السيد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي إلى حادث سير خطير عندما كان رفقة أفراد عائلته البارح العشية وأسفر عن جروح عديدة لحقت به هو وبابنته. إن شاء الله بالشفاء العاجل للسيد مالك الزاهي ولابنته. وعلى خلفية هذا الحادث الخطير النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أذنت ليلة البارحة لأعوان مركز حوادث المرور بتبربة بالاحتفاظ بالسائق الخاص لوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، وذلك من أجل شبهة الجرح على وجه الخطأ والقتل على وجه الخطأ. يذكر أن السيارة الإدارية لوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي تعرضت مساء أمس إلى حادث مروري قاتل على مستوى جهة المرنقية من ولاية منوبة، حيث توفي سائق السيارة اللي اصطدمت بالسيارة الإدارية، فيما أصيب أشخاص آخرون بأضرار بدنية متفاوتة من بينهم الوزير مالك الزاهي وبعض من أفراد عائلته. الله يرحم اللي توفى ونسأل الشفاء العاجل لكل المصابين. تصريح العجمي لوريمي الأمين العام لحركة النهضة قال اليوم بأنه ما هوش سعيد بتولي منصب الأمين العام لحركة النهضة، ولم يسعى أبدا للحصول عليه ولكنه تحمل المسؤولية كاملة. وأضاف في تصريح ليه اليوم على جوهر أفام إنه الحركة كانت تستعد لتنظيم مؤتمر مهم بمضامين سياسية جديدة ومؤتمر انتقالي قيادي، ولكن ذلك لم يتم لعدة أسباب، منها أزمة الكوفيد ثم انقلاب حسب تعبيره انقلاب 25 جويلية، وكذلك موجة الاعتقالات التي طالت قيادات في حركة النهضة على حد تعبيره. مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري محمد الشويخي أفاد اليوم بأنه تم تجميد 4 أو 5 أعضاء من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والأسباب يقول هي قانونية بحتة. أشار إلى أنه بعضهم قدم مغالطات عن المنظمة أدت إلى التجميد، ونفى الشويخي في تصريح إعلامي اليوم وجود صراعات داخلية صلب اتحاد الفلاحة، ووضح أنه بعض الأعضاء تحدثوا في منابر إعلامية وقدموا بعض المعطيات الخاطئة حول قطاعات لا تهمه. وفي سؤاله عن وضعية الاتحاد المالية قال الشويخي بأن المنظمة تواجه بعض المشاكل المالية لكنها ضمنت خلال أو خلاص مستحقات الموظفين وحافظت على موارد رزقهم، وأشار إلى أن مصاريف الاتحاد تصل إلى حدود 6 مليارات سنويا، علما وأن عدد الموظفين يبلغ حوالي 305 موظف. وقال اليوم في تصريحه لبرنامج صباح الورد على جوهر أفام قال إنه ما فماش أزمة حليب في تونس، وشدد على إنه لهفة المواطن هي اللي ساهمت بشكل كبير في نقص المنتوج في السوق. وقال الشويخي إنه المواطن يسعى إلى شراء كميات كبيرة من الحليب، ما يؤدي بصفة مباشرة إلى فقدان المنتوج وبالتالي خلق أزمة لا وجود لها من الأساس. في سياق آخر أفاد شويخي بأن اتحاد الفلاحة يثمن مشروع رئيس الجمهورية لإنشاء الديوان الوطني للأعلاف، ودعا الدولة إلى تحمل مسؤوليتها وتحتكر الحبوب والأعلاف، إلى جانب إعادة ديوان الحبوب إلى دوره السابق حسب قوله. وشدد الشويخي على أن منظومة الأسعار ترتبط ارتباط وثيق بقطاع الأعلاف، وأشار إلى أن ديوان الأعلاف المزمع أحداثه سيساهم في تعديل أسعار اللحوم والأسماك والمواد الغذائية بصفة عامة على حد تعبيره.
نعت وزارة أو رئيسة الحكومة في بلاغ ليها المناضل الحقوقي خميس الشماري الذي وفاه الأجل يوم أمس عن عمر يناهز 81 عام. وجاء في البلاغ: غيب الموت الاثنين غرد جان في 2024 المغفور له بإذن الله تعالى خميس الشماري. وبهذه المناسبة القديمة يتقدم أحمد الحشاني وكامل الفريق الحكومي بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد وبأصدق مشاعر المواساة في هذا المصاب الجلل، رجين من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه. إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد عرف الفقيد بدفاعه عن حقوق الإنسان وديمقراطية، وتقلد العديد من المناصب الوطنية والدولية الحقوقية. كذلك أهم منصب تقلده كان سفير تونس لدى اليونسكو، كما يعتبر عضو مؤسس للمعهد العربي لحقوق الإنسان. وشغل الشماري مناصب مختلفة في المجتمع المدني التونسي على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، كما تم انتخابه لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة قبل أن يقدم استقالته. ويذكر أن الفقيد تحصل عام 2018 على الصنف الثاني من وسام الجمهورية اعترافا بمسيرتيه النضالية وتقديرا لإسهامه في الدفاع عن حقوق الإنسان وتكريس مبادئ الديمقراطية. حادثة غريبة في مطار طوكيو، اندلعت النيران في طائرة بمطار هانيدا في طوكيو، وذلك بعد اصطدامها بطائرة أخرى. ونقل التلفزيون الياباني أنه قد تم إجلاء جميع الركاب من الطائرة المشتعلة، وأكدت النقل اليابانية مقتل 5 من طاقم الطائرة طائرة حرس الحدود بعد اصطدامها بطائرة مدنية في مطار هانيدا في طوكيو. خليني نقول ونلخص بأنه معناها هذا الحادث بين زوز طائرات، طائرة مدنية وطائرة حرس الحدود اللي اصطدموا في بعضهم، أسفر عن مقتل 5 من طاقم طائرة حرس الحدود بعد ما هي اللي اصطدمت، يعني هي كانت السبب في الاصطدام. والحمد لله انه تم اجلاء جميع الركاب من الطائرة المشتعلة، والحمد لله معناه كانت الخسائر الى حدود ذلك، معناه يا رب يرحم الناس اللي توفيت في هذا الحادث، ولكن جميع الركاب اللي كانوا في الطائرة كانت نجم تكون الكارثة اكبر